صباح الخير أحبائي، أشكر رب كتير لحضور وسطينا في هذا الصباح المبارك. بنصلي نقول يا رب تعالى زور اجتماعنا زيارة خاصة في اسم الرب يسوع، نلمس حضورك الكريم العظيم، تتراءى إلينا، نعبدك بقلب نقي وبأيادي طاهرة. يا رب نتواصل معاك في هذا الصباح الطيب. دايما اقول كده ان العالم حوالينا احبائي اخباره مزعجه جدا جدا جدا. اي خبر تسمعه بره ليه مزعج، يخليك تضطرب، لكن الساعه او الساعتين اللي بنقضيهم في محضر الرب هم اللي بنستنشق فيهم هواء نظيف من السلام والطمانينه والراحه. اقول يا رب عايز اعبدك النهارده وتلذذ بيك يا رب في اسم الرب يسوع، تلذذ بالرب فيعطيك سؤال قلبك. مرنم الحلو بتاع زمان كتب كلمات الترنيمة دي وقال: لو عرفوا ما عرفتوا اختبروا هيعملوا ايه. صدقوني كانش ولا كنيسة فيها بنك واحد يكون فاضي. ناس تأتي الى شوق الرب من كتر شوقهم. يلا رنم معايا الكلمات دي، قول له كده: اشكرك لانك مررت بيا والزماني زمان. وزمان الحب زمان، يلا كلنا مع بعض. مر يا ولا هللويا. وزمان الحب زمان، هبني خلاص مجد يا هنايا يا هنايا وفرحي. يا هنايا وفرحي قلبي جبيني السما علشاني، وبصلبه وموته فداني. جبيني السما علشاني، بصلبه وموته فداني. توب البر كساني يا هنايا وفرحي قلبي. طوب البر كساني يا هنايا وفرحي قلبي. مر بيا ولقاني هاليلويا. زمان الحب زماني، مر ولقاني زمان الحب زمان، وهبني خلاص مكاني يا هنايا وفرحي قلبي. وهبني خلاص مكاني يا هنايا وفرحي قلبي. العالم لحظة ويمضي وأمين وكل حزن هيمضي. العالم لحظة ويمضي أمين وكل حزني، وأنا لحبيبي مستني يا هنايا وفرحي. أنا لحبيبي مستني يا هنايا وفرحي قلبي. مر بيا ولقاني هاليلويا. وزمان الحب زماني، مر بيا ولقاني زمان الحب زمان، وهبني خلاص مكاني
يا هنايا وفرحي قلبي، وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحي. يلا قولها للرب يسوع سخي وكريم حبيبي، وانا اخترته سخي وكريم حبيبي، وانا اخترته نصيبي، حبه ستر عيوبي يا هنايا وفرحي قلبي، حبه ستر عيوبي يا هنايا وفرحي قلبي، مر بيا وإله هللويا زمن الحب زماني، مر بيا ولاني زمن الحب زماني، وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحي قلبي، وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحي. لو عرفوا لو عرفوا ما عرف، اختبروا واختبروا ما اختبر، هللويا. لو عرفوا ما عرفتوا واختبروا ما اختبر، اعملوا ايه؟ لا هتفوا كما هتفوا يا هنايا وفرحي قلبي، لا هتفوا كما هتفتوا يا هنايا وفرحي قلبي، مر بيا هللويا وزمن الحب زماني، مر بيا ولاني زمن الحب زماني، وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحي قلبي، وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحي قلبي، جه من السماء علشاني انا يسوع ابن الله هللويا هللويا، جه من السماء علشاني انا يسوع ابن الله هللويا هللويا هللويا، الله هو ابويا هللويا هللويا، الله حبني حبني حب ملهش مثيل خلاني أسير هللويا، حبني حب ملهش مثيل خلاني أسير هللويا هللويا هللويا، الله هو أبوي هللويا هللويا، الله هو أبوي، أنا الحقير خلاني أمير كاهن وسفير هللويا، أنا الحقير خلاني أمير كاهن وسفير هللويا هللويا هللويا، الله هو أبوي هللويا هللويا، الله هو أبوي، جابني الخطة أعظم خطة مش جاي صدفة هللويا، جابني الخطة أعظم خطة مش جاي صدفة هللويا هللويا هللويا، الله هو أبويا هللويا، الله هو أبويا.
اشهد احسان الرب عليه وخيرك سابق ترنمنا واثارك تقطر في دسمها اثارك تقطر في دسمها على شعبك يشهد بجمالك لنحا نصعب وترنم لنا اليوم 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 نشهد عنك لنا اليوم 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 وترنم لك لنا اليوم 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 نشهد عنك بين لك غنم فضل الله وتحط عليه بين لك غنم فضل الله وتحط عليه حمل قسمنا خطايانا وكفيت أحزن خطايانا وكفي أحزننا اترفعت عنك يوم صلبك لنا حائم نيوم نيوم ونرنم لك لنا حائم اليوم 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 نشهد عنك دي الصعبة مع بتسهل نفسي اسمعكم والمرة معك بتحولها بتسهلها والمرة معك وان مالت بينا تعدلها وان مالت بينا بتعدلها عوض صبر اللي انتصرك لنا حامل نيهوم نيهوم ونرنم لك لنا حامل يوم اليوم اليوم نشهد عنك رب الأفراح الحقيقية بتزيد شعبك بالتعزي يا رب الأفراح الحقيقية بتزيد شعبك بالتعزي قدامك قدامك تهرب أحزننا قدامك تهرب أحزننا والحال يتبدل على يدك لنحا اليوم ونرنم لك لنحا اليوم 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 نشهد عنك هللويا لينا حق نهتف وننشد لهذا الإله الصالح اللي المرنم كان بيقول عنه في الكلمات اللي فاتت وخيرك سابق ترنمنا يعني لما بتيجي تشكر رب على خيره ده هو مسبق معاك بالخير انت مش هتشكره عشان انت بتجامله او بتزايد عليه لا ده هو الرب يا ما عمل إحسانات معاك هللويا
اليومين الصعبين اللي احنا عايشين فيهم دول احبائي، لو حضرتك ماشي في المواصلات او بتشتري حاجة والناس بصوا عليك وشافوك مبتسم وسعيد وحامد الرب وشكره، هيقولوا عليك ايه؟ هيستغربوا ولا عادي بالنسبة لهم؟ استغربوا جدا، يقول لك فرحان على ايه؟ فرحان على الدولار الغالي ولا الذهب ولا الاسعار ولا ولا ولا؟ المرنم الحلو بتاع زمان قال الناس قالوا طيب لهنتم فرحانين لو واحد فيكم متوظف ولا عنده حد عنده فدادين طين، ولو عندك خيرك وفرحك في يسوع المسيح الرب الصالح. الناس قالوا كفاية عليكم طب ليلتين على يسوع. يا ناس احنا ما نقدرش نطيق فراق يسوع إلهنا الصالح. الناس بيلومونا على كثرة الهتاف، غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف. الناس قالوا طيب ليه انتم فرحانين لو احد فيكم متوظف ولا عنده فدان طين ولا عنده فدان طين. والناس قالوا طيب، وطي صوتك شوي، قولوها بصوت واطي، يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكتي نتعزى سك. حد يحيي الرب يسوع المجد وسطينا، هللويا. الناس قالوا كفايه ليلتين في كل اسبوع، يا ناس احنا ما نقدرش نطيق فرايا ابدا، نطيق فرايا يسوع. ايه اللي يرضي الناس؟ ايه اللي يرضي الناس؟ نبطل عبادة لكننا لا نطيعهم بل دايما في الزيادة، بل دايما في الزيادة. والناس بيلومونا على كثرة الهدى، غصب عنهم غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف. والناس قالوا بلاش، قلت الهللويا غصب عنهم ما اختبروش، دي علامة التعزية، دي علامة التعزية. والناس قالوا طيب ليه انتم فرحانين لو واحد
بكم بتوصف والعنده في التنطين ولا عنده في التنطين الناس قالوا طيب قولوها بصوت عطي يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكاتين نتعزى سكاتين نسألك فيا ليلتين في كل اسبوع يا ناس احنا ما نقدرش نطق فرق يسوع وإيه اللي يرضي الناس نبطل عبادة لكننا لا نطيعهم بل دايما في الزيادة كلنا فين العز ده كله كلنا فين المجد ده كله كلنا فين العز ده كله كلنا فين المجد ده كله وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا وده من حنانه يجي ويسأل فليتمجد فليتمجد اسم إله فليتمجد اسم يسوع وحده فليتمجد اسم إله فليتمجد اسم يسوع ويتمجد حنانه يسأل علي شكرا وده من حنانه يجي ويسأل علي أنا قدامك بوطي راسي أصلي صليبة سبب خلاصي أنا قدامك بوطي راسي أصلي صليبة سبب خلاصي وده حنانه ليا يجي ويسأل علي وده بين حنانه يجي ويسأل غالي عليا غالي عليا يا أغلى حبيب وأنا هسقف لك بالإيد غالي عليا يا غلا حبيب وانا هسقف لك باليد وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا وده من حنانه يجي ويسأل عليا هللويا هللويا ليك كل المجد ليك كل الشكر هللويا هللويا نعظم اسمك الكريم العظيم ايها الاله الصالح يسوع المسيح واعظمك وما امجدك لانفسنا ربا حلوه العشره مع يسوع احبائي صدقوني لو تفتكر كده احسانات الرب عليك طوال الاعوام اللي فاتت هتقول كده مع داود أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هي فما تيجي إبليس يحطك في تحدي ولا مشكلة ولا أي ضيقة قل له اذهب عني لأن يا من رب أحسن إلي في القديم ومن أحسن إلي في القديم وفي الحاضر سيحسن إلي في المستقبل في اسم الرب يسوع عشان كده اوعى في يوم إبليس ينجح يشيل فرح الرب منك
أو يخليك قاعد كده ساكت ما ترنمش، أنت وماشي أنت في شغلك أنت في طريقك دايما رنم وقول معايا الكلمات اللي جاية. أنا هملى الكون ترنيم وأغاني لرب عظيم. حتى ده أنا بقول حتى تجاوزا، إن ما كانش أحسن إليك في حاجة كفاية أنه أحسن إليك في الصليب وفي الفداء أعظم ما تشكره عليه. حررني في يوم وفداني وشراني بدم كريم. وانا هملى الكون ترنيم واغاني لرب عظيم. انا هملى الكون ترنيم واغاني لرب عظيم. عمل ايه؟ حررني في يوم وفداني. حد يقول له اشكرك يا رب. وشراني بدم كريم، وشراني بدم كريم. اعلي صوتك معي، راح اعلي الصوت بهتاف وفي وادي الموت مش هخاف. راح اعلي الصوت بهتاف وفي وادي الموت مش هخاف. مليان بأمان مطمن ومعايا راعي الخراف، ومعايا راعي الخراف. يا نفسي تقول العدد ده، صوتي هيوصل للناس. اعلن معايا، يعلن أجمل إحساس. صوتي هيوصل للناس، يعلن أجمل إحساس. فرحان، حد فرحان؟ محبوبي اللي وهبني الخار، اللي وهبني الخلاص. وانا هملى الكون ترنيم واغاني لرب عظيم. رن معايا، انا هملى الكون ترنيم واغاني لرب عظيم. حررني في يوم وفداني وشراني بدم كريم، وشراني بدم. هعلي الصوت، راح اعلي الصوت بهتاف وفي وادي الموت مش هخاف. راح اعلي الصوت بهتاف وفي وادي الموت مش هخاف. مليان بأمان مطمن ومعايا راعي الخيرات، ومعايا راعي الخيرات. وانا هملى الكون ترنيم واغاني لرب عظيم. انا هملى الكون ترنيم واغاني لرب عظيم. عمل ايه؟ حررني في يوم وفداني وشراني بدم كريم، وشراني بدم كريم. اعلن معايا، وراح اعلن بالتسبيح اني ملك المسيح. وراح اعلن اني ملك المسيح، ارفع
ترنيمي ذبيحة حمد وشكر ومديح، حمد وشكر ومديح، وانا هملل كل ترنيم واغاني الرب عظيم. هو مستحق، انا هملل كل ترنيم واغاني الرب عظيم. حررني في يوم وفداني وشراني بدم كريم، وشراني بدم كريم. يلا قولي معاي، صوتي هيوصل للناس، اعلن يعلن اكمل. صوتي هيوصل للناس يعلن اكمل احساس، فرحة بيسوع محبوبي اللي وهبني الخلاص، اللي وهبني الخلاص، وانا هملى الجود بيه واغاني الرب عظيم. انا هملى الكون ترنيم واغاني الرب عظيم. حرر في يوم وفداني وشراني دم كريم، وشراني بدم كريم، ودمك على أعتابي يلي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. انا مديون لجراحك، جلداتك وصياحك، جيت وديتني صباحك وبدمك غطيت. قولها معايا، دمك على اعتابي يلي دفعت حسابي، كان حق وعقابي شلت انت ووفيت. انا مديون لجراح، جلداتك وصياح، جيت وديتني صباحا وبدمك غطيت. ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان، يا اللي مرحبك سند جوا والدنيا اديله المجد. ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان، هللويا، يا اللي مرحبك سند جوا والدنيا بقدام، وسط الليل انت امس، ايوه وجودك لامس، تيجي بصوتك هامس، انا جنبك لا تبعت رحمة، تبعت رحمة وخير يمشوا معاك، وجهك لما يسير يطرد كل وسط الليل، وسط الليل انت امس، ايوه وجودك لامس، تيجي بصوتك هامس، انا جنبك لا تخاف، تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير، وجهك لما يسير يطرد كل جفاف. ليك المجد وليك القوة ليك كل السلطان، ياللي مرحبك سند جوا والدنيا تبين. ليك المجد، ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان، ياللي مرحبك سند جوا والدنيا تبين. وسط حروب وغياب تفتح، تبعت لي مراد وتكفي وتقول، رغم المستحيلات تيجي باستجابات، وتعدي الأزمات أصلا غير محدود. وسط حروب وغياب
تفتح انت الباب تبعت لي هراب وتكفي وتجود رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الازمات اصلا غير محدود ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان هللويا يا اللي مرحبك سند جوه وبتنقل منك كل المجد ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان يا اللي مرحبك سند جوه وبتنقل منك اخر عدد دمك على اعتابي يا اللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت انا مديون لجراحك جلداتك وسياحك جيت واديتني صراحك وبدمك غطيت اعلنها معايا دمك على اعتابي يا اللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك يدود بصراحة وبدمك غطيت ليك المجد وليك القوة ولكل السلطان ياللي برحمك سهرت جوا والدن بالكام ليك المجد وليك القوة ولكل السلطان ياللي برحمك سهرت جوا والدن بالكام كل القلب أحبائي لأجل وقت التسبيح الرائع الذي فيه رفعنا ورفعنا اسم الرب له كل المجد. تعالوا مرة أخرى نسكب القلب أمام الرب ونصلي. قل له شكرا لأجل كل تسبيحة وترنيمة قدت فيها عبدك بالروح القدس يا رب. يا رب كمل معانا برسالة الحياة، كمل معنا بطعام الحياة في هذا الاجتماع. قل له منتظرين كلمة منك يا رب، منتظرين مش بس كلمة لوجوس، كلمة عامة لنا، لكن أيضا ريمة، وعد شخصي، كلام شخصي لكل قلب ولكل نفس. قولوا رب أنا مش جاي النهاردة علشان أخد الميدة أول الشهر، ولا جاي النهاردة تعودت أجي كل يوم حد، لكن أنا جاي عشان أتقابل معاك في اسم يسوع. عايز أتقابل معاك في الرسالة زي ما قابلتني في كل ترنيمة وكل تسبيحة كنا بنرنمها لشخصك والاسمك. قل له مع صموئيل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وإحنا في روح الصلاة يتقدمنا جناب الفاضل قسيس محروس في صلاة يطلب فيها بركة خاصة من الرب ومعونة خاصة من الروح القدس، يسأل الرب أن يتكلم لنا برسالة حية وبرسالة فعالة حسب احتياجنا وأشواقنا في هذا الاجتماع في اسم يسوع المسيح. بكل قلوبنا يا سيد الرب حضرنا في محضرك، وفي محضرك يهرب كل حزن وكل تنهد، وفي محضرك الكل قائل مجد. حقيقي يا رب بندخل بشكل وبنخرج بشكل آخر، لأن بيحدث وإيه شخصك بتحدث التغيير معنا والتغيير فينا لما بنتقابل مع كلامك ومع شخصك وتسبيحات السماويات اللي رفعتنا إلى أعلى حيث المحضر والعرش. شكرا شكرا من كل القلب، لأننا ننتظر كلمتك لتأتي على قلوبنا، بل لتأتي يا رب دائما من الآذان إلى القلب وتستقر في القلب، لتأتي بثمر كثير لمجدك وملكوتك، لتبارك عبدك ولتعطيه كلمات عند افتتاح الفم مسحة بالروح القدس في هذا الصباح، لتأتي على عبدك ولتأتي على شعبك وحضورك يغمر المكان ليتم المكتوب. لم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الله. نحن نثق أن مجدك يملأ المكان ويملأ قلوبنا أيضا، وكل ما لدينا وما عندنا نأتي به ساجدين لنكسر كل قارورة طيب ناردين كثير الثمن عند قدميك، وليمتلئ الاجتماع من رائحة السجود، رائحة الطيب، لأنه ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. نحن ننتظر كلمتك وننتظر صوتك لنا
لترفعنا، لأن صوتك بالقوة والجلال، صوتك يكسر أرز لبنان. نحن نثق أنك ستعطي كلمات عند افتتاح الفم لعبدك، فيتم فينا القول المبارك الذي قاله الصبي الصغير: تكلم لأننا سامعين، ولك كل المجد. آمين. هللويا، شكرا لله من كل القلب. أحبائي، تعالوا معا نستمع إلى كلمة الله المقدسة. ونحن وقوف نقرأ من كلمة الله من سفر المزامير، هذا المزمور المحبوب لنا جميعا، والذي ربما نحفظ كلماته عن ظهر قلب. سفر المزامير، المزمور 46، مزمور 46. هذا المزمور لم يكتبه داود، لكنه كتبه بني قرح. ماذا قالوا بني قرح؟ قولوا معي: الله لنا ملجأ وقوة. مش بس كده، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح، مدينة الله مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. آمين آمين آمين. أروع ما في هذا المزمور يا أحبائي، أنه بدأ بهذا الاسم الغالي وهذا اللفظ العظيم. فأول آية في هذا المزمور: الله الله. بقول الله إيه؟ الله الله لنا إيه وإيه؟ ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. مرنم العهد القديم قال الله لنا، لكن مؤمن العهد الجديد لا يقول فقط الله لنا، بل الله معنا، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله. أسأل سؤال: أيهما أعظم، أن يكون الله لنا أم أن يكون الله الله معنا؟ أقول لك الفرق بين الاثنين وتعرف أيهما أعظم. لما أقول لك أنت ليك 1,000,000 جنيه، هاتهم. لا، هم ليك، مش هدهم لك، بس هم ليك. منين ما تطلبهم هتاخدهم، ده أفضل. ولا أقول لك خد 1,000,000 جنيه خليهم إيه؟ خليهم معاك. أفضل اللي ليك ولا اللي معاك؟ وإحنا شكرا لله، مش بس الله لنا، الله الله معنا. عشان كده قال المرنم هذه الكلمات وهو متشجع: الرب راعي فلا يعوزني شيء. يروح لعدد 4 يقول من نفس المزمور أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. إلى أن يأتي القول في العدد 4: نهر سواقيه تفرح، مدينة الله مقدس مساكن العلي. ثم يقول الله في وسطها فلن تتزعزع. هللويا، الله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها الله إمتى؟ عند إقبال الصبح. أعظم بشارة تحملها لنا كلمة الله في هذا الاجتماع يا أحبائي، لنا ولكل من يتابعنا، هي أن الله فين؟ كم واحد مصدق الله في وسطها؟ الله في وسطها. طول ما الله في وسطها اوعى تخاف. طول ما الله في وسطها السفينة لن تغرق أبدا. طول ما الله في وسط بيتك،
طول ما الله في وسط الكنيسة، طول ما الله في وسط مصر، طول ما الله متحكم وسط كل العالم، لن تتزعزع. دي الرسالة اللي مشغول بيها ليا وليكم النهاردة أحبائي. الله في وسطها، فلن تتزعزع. بس هي تعبانة، بس هي مريضة، بس هي محتاجة، بس هي فقيرة، بس هي عندها ظروف صعبة، يقول لك يعينها الله عند إقبال الصبح. الحاجة الوحيدة اللي تطمن القلب، الحاجة الوحيدة اللي تسند أولاد وبنات الرب، حاجة واحدة بس، أن الله فين؟ الله في. ليه قال الله في وسطها؟ هو لو قال الله في أولها ده شيء رائع، أنه واخد مكان المقدمة، ولو قال الله في الآخر شيء رائع، لأنه هو يقدر من مكانه يشوف كل حاجة. لكن ليه قال الله في الوسط؟ لأنه دايما اللي بيكون في الوسط شايف كم حاجة؟ شايف كل حاجة. ليه البوديوم ده اللي نوقف عليه مش أقصى اليمين؟ ليه مش أقصى اليسار؟ ليه حاطينه في النص بالضبط؟ عشان يبقى الكل يعمل إيه؟ الكل يشوفه وهو يشوف الكل. نفس الفكرة، فين مركز الله؟ الله فين؟ الله في وسطها. كم واحد مصدق أنه الله في وسطها؟ الله موجود في النص، الله الكبير اللي قاعد في النص. دايما الكبير بيقعد في قلب المجلس. ومين الكبير بتاع كنيستنا؟ هو لكل المجد. ومين الكبير المتسلط على كل العالم؟ هو له كل الإكرام وكل المجد. لكي لا أطيل في المقدمة، خلينا أقول من خلال هذه الآية 5 كلمات: الله في وسطها فاطمئنوا. الله في وسطها مش بس فاطمئنوا، لكن حاجة مهمة جدا، ودي بتخلينا فعلا نعرف أن وجود الله في الوسط ليس هباء ولا اعتباطا، بل الله في وسطها فانتظروا. في حاجة محتاج أنتظرها، في حاجة ربنا النهاردة بيعلمني فيها الانتظار. 3، الله في وسطها فانظروا. 4، الله في وسطها فاحذروا. 5، الله في وسطها فاهدأوا. مين يقول معايا الخمسة تاني؟ 1، الله في وسطها فاطمئنوا. الله في وسطها فانتظروا. الله في وسطها فانظروا. الله في وسطها فاحذروا. الله في وسطها فاهدأوا. أعتقد قربنا نحفظهم آخر مرة. الله في وسطها فاطمئنوا. الله في وسطها فانتظروا. الله في وسطها فانظروا. الله في وسطها فاحذروا. الله في وسطها فاهدأوا. بقول الكلام ده لكل حد خايف، لكل حد عايل همه بكرة، لكل حد عنده قضية في محكمة، لكل حد عنده امتحانات كلية ولا ثانوية عامة، لكل حد عنده مشاكل في البيت، لكل حد جاي لاجتماع أو قاعد في بيته عايل هم حاجة أو مخنوق أو زعلان. أعظم بشارة النهاردة، الله فين؟ الله في وسط. وعارف أكبر دليل أنه الله في وسط؟ هاي أكبر دليل، مش أقول لك الصليب والميدة والكنيسة والمخلوقات والعالم، أعظم دليل أنه الله في وسطها وجودك في الاجتماع النهاردة، وجودك في الاجتماع النهاردة، وجودك قدام شاشة التلفزيون النهاردة. يا ما جت كوارث، يا ما جت أمراض، يا ما جت كورونا، يا ما جت حروب، يا ما جت مشاكل عصفت وخدت ناس كتير، ليه أنت لغاية النهاردة لسه في نفس بيدخل ويطلع؟ عشان أبوك فين؟ الله في، الله في وسطها. مش ده اللي قاله المرنم في يوم من الأيام؟ لولا الرب الذي كان لنا، لولا الرب الذي كان لنا ليقل إسرائيل لابتلعونا أحياء. مش جت أيام على البلد دي كانوا هيبلعونا أحياء؟ مين اللي وقف وشال وغير الدفة بالكامل؟ أبوك السماوي لكل المجد. لابتلعونا أحياء، لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا. اعمل كده فلاش باك وانت قاعد مكانك، ارجع كده بالذاكرة لورا وانت قاعد مكانك، كم مرة ركبت عربية وكان ممكن العربية تتقلب بيك، ويمكن فعلا اتقلبت بيك. انا واحد من ضمن الناس، عملت 3 حوادث اتقلبت بي العربية. كم حد فينا دخل غرفة عمليات؟ كم حد حصلت معاه مشكلة كبيرة كادت تعصف بي وبيته؟ رغم كل اللي حصل اديك واقف، عشان ابوك السماوي كان فين؟ الله في وسطها، فلن تتزعزع.
لو يا احبائي ادينا فرصة لأي واحد يمسك المايك ده يجد الوقت يقول احكي لنا عن حياتك، يا ما حوادث، يا ما أمراض، يا ما ضيقات مادية، يا ما مشاكل كان تقسم البيت نصين، يا ما حاجات ممكن تعمل زلزلة في حياتنا، مين اللي سطرها ومين اللي موقفنا على رجلينا؟ الله في، الله في وسطها. فلن تعمل ايه؟ لن تتزعزع. حب وحكمه في يوم من الأيام هذا المصلح العظيم اللي اسمه مارتن لوثر الذي استخدمه الرب في حركة البروتستانتية. وفي يوم من الأيام لما حبوا يحكموه قلبوا الدنيا وقالوا له هتتحاكم هتموت، وقالوا له تصدر ضدك سبع أحكام، سبع أحكام فيهم نفي فيهم أشغال شاقة ينتهوا بالإعاقة وكلام كله مرعب. مسك الورقة والقلم ودخل صلى، وبعد ما صلى كتب كلمتين طلعوا كلمات، دي كلمات ترنيمة في كتاب كنيستنا القديم فاكرينه، الأرض انت زحزحت ودهتها المخاطر أو قلبت جبالها، فلنا الرب ناصر، الله وسط شعبه ومعين الكنيسة، يفرحها من فيضه بركات نفيسة. فلذا لسنا، هللويا، فلذا لسنا نجزع والقلب لا يفزع، ولماذا نزعزع والرب معين؟ الله قوة لنا وحمانا الوطيد، في الضيق عون قادر ونصير، ونصير شديد. الله في وسطها، أول حاجة فاعمل إيه؟ فاطمئن، فاطمئني. وروحوا معي لأول عدد، الله لنا ملجأ وقوة، عون فين؟ عونا في الضيقات وجد، وجد شديدا. حلوة كلمة في الضيقات وجد شديدا، يعني وقت الضيق تلاقي عامل إيه؟ واقف في ظهرك. يا ما ناس في الصدقات، يا ما ناس في العزومات والولايم، يا ما ناس في الأفراح والمناسبات واقفين معانا، لكن وقت الاحتياج المادي، وقت الأزمة، وقت الظروف الصعبة يقولك العين بصيرة والإيد، مين اللي يقف معاك في كل الضيقات؟ أبوك السماوي لكل المجد. تعودوا الفتية الثلاثة، كل ما يصلوا يشوف الرب، كل ما يروحوا خدمة يشوف الرب، كل ما ياخدوا الخلوة يشوفوا الرب، فالرب دايما موجود، دايما موجود، دايما موجود. جم يوم احتاجوا الرب وكان عندهم احتمال الرب ما يكونش موجود. هتفكر امتى اليوم ده؟ نبوخذ نصر حمل اتون كم ضعف؟ سبعة اضعاف، وقال لهم اتعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد نغو لا تعملوا ايه؟ لا تسمعوا كلامي ولا تسجدوا للتمثال، انتوا متعمدين تعملوا كده؟ قالوا له يا نبوخذ نصر، هللويا، لا يلزمنا، مش هندخل معاك في حوار، مش هنحكي في كلام كتير، لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر. ليه؟ هو ذا، هللويا، يوجد الى هنا يستطيع ان يعمل ايه؟ ان ينجينا من يدك ومن اتون النار. اللي عجبني الكلمه اللي بعدها، مين فاكر الكلمه اللي بعدها؟ وإلا. إيه معنى كلمة وإلا؟ حتى لو ما نجناش. إحنا كل ما نصلي بنشوفه، كل ما نروح خدمة بنشوفه، كل ما نروح نعبد الرب بنشوفه، لكن حتى لو في أطون النار سبنا برضو إحنا هنعمل إيه؟ لن نعبد، لن نعبد هذا التمثال ولا نسجد لآلهتك. حد فاكر اللي حصل؟ اترموا كم واحد؟ اترموا ثلاثة، دخلوا أطون النار، بقوا كام؟ بقوا أربعة. وتحير الملك، ألم نلقي ثلاثة رجال؟ الملك احتار لحاجتين، إيه الحاجتين؟ رقم واحد، لما رماهم كانوا مربوطين ولا كانوا محلولين؟ كانوا مربوطين. مربوطين بحبال ولا بسلاسل؟ أكيد بسلاسل، لأن هم بيترموا فين؟ بيترموا في النار، ما ينفعش تربطوا بحبال أو خيوط عادية، لكن ربطهم بسلاسل. وجدهم اللي كانوا متربطين النار عملت إيه؟ النار فكتهم. والأعظم من النار والرابع، هللويا، اعطي المجد لهذا الإله العظيم، والرابع شبيه بابن الآلهة. إيه اللي حصل؟ الله في وسطها، كان وسط الثلاثة، كان معاهم. قال أحدهم تعقيبا على هذا الاختبار وهذه القصة، اللي ترموا في الأتون كانوا كام؟ كانوا ثلاثة. جوا النار بقوا كام؟ ضلعوا من النار كام؟ ضلعوا ثلاثة. دخلوا ثلاثة، بقوا أربعة، ضلعوا ثلاثة. المفروض دخلوا ثلاثة، لما يبقوا أربعة يطلع كام برضو؟ ليه ما طلعوش أربعة؟ قال لك الرابع لغاية النهار ده قاعد في الأتون، عشان كل اللي يترمي يلاقي أبو السماوي واقف معاه، واقف في ظهره بيسنده بينقذه. الله في وسطها، فلن، لن تتزعزع.
يعينها الله عند أقبال، عند إقبال الصبح. عشان كده قال في أول عدد الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. يقولوا إيه بعدها؟ لذلك لا، قال لنقش ثلاث حاجات منهم حاجات ما بتتحركش. إيه هي؟ رقم واحد، ولو تزحزحت الأرض. رقم اثنين، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. نمرة ثلاثة، تعج وتجيش مياهه. اتكلم عن ثلاث اضطرابات، الثلاثة دول، رقم واحد الأرض، رقم اثنين الجبال، رقم ثلاثة البحار. نقولهم تاني، رقم واحد الأرض، الأرض إن تزحزحت ودهتها، ودهتها المخاطر أو قلبت جبالها فلنا الرب ناصر. ده اللي بيقوله هنا، قال خايفين من الأرض تزحزح، ولا الجبال تنقلب في المية، ولا البحار تعمل إيه؟ تعج وتجيش. التلاتة دول بيكلمون عن ثوابت في الحياة. ما هي الثوابت التي توجد في حياتك؟ ما هي ثوابت حياتك؟ في واحد الثوابت بالنسبة له صحته، أنا واقف على الأرض، يقول لك إيه؟ واقف على أرض صلبة، الصحة. واحد تاني الثوابت الفلوس اللي في البنك، الشغل اللي عندي، البزنس بتاعي. واحد بالنسبة له الثوابت العيلة، واحد بالنسبة له الثوابت الشهادة اللي واخدها. كل واحد في حياتنا عنده ثوابت، وكل ثوابت أرضية معرضة في لحظة إنها تروح. مين الثابت الوحيد؟ أبوك السماوي بس. الجبال اللي طول عمرها واقفة مكانها ممكن تنقلب، والأرض اللي انت واقف عليها وقاعد عليك عليها برجليك النهاردة ممكن تعمل إيه؟ تتزحزح. والبحار ممكن تعج وتجيش مياه. مين الوحيد اللي ثابت ما بيتغيرش؟ أبوك السماوي لكل المجد. قالوا للمرنم في يوم الأيام اهرب، زي ما الشيطان بيقول لك اهرب، الدنيا صعبة، الغلا، الاقتصاد، المشاكل، الدنيا مش حلوة، سيب البيت، سيب البيت، سيب شريك حياتك، سيبها تخبط وترقع في بعضيها. قالوا كده للمرنم، قالوا له في ناس حاطينك في دماغهم، في ناس حاطينك في دماغهم، في ناس عايزين يعملوا معاك الشر ويأذوك ويتعبوك. هتفكر قال لهم ايه؟ على الرب توكلت. مزمور 11، على الرب توكلت. كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كايه؟ كعصفور. قالوا له هو ذا الاشرار بيعملوا ايه؟ يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر. عشان يعملوا ايه؟ ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. الدنيا مقلوبه عليك، في انهيار، في مشاكل في البيت، في مشاكل بره البيت، البلد حالها في النازل، الماديات صعبه، في امور متلخبطه في حياتنا، في ارتباطنا، في سفرنا، في شغلنا، الحال واقف. راح لما لقى فعلا الدنيا متلخبطه سال سؤال، مين فاكره؟ قال له اذا انقلبت الاعمده فالصديق ماذا؟ الدنيا متلخبطه تحت. راح ربنا رد عليه في العدد اللي بعدي، قال له بعده هللويا، الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عينه تعمل ايه؟ تنظران، اجفانه تمتحن بني ادم. عشان كده بيقولوا مش خايفين حتى لو تزحزحت الارض. وعلى فكره اكتر ناس في التاريخ يخافوا من زحزحه الارض، حد يعرف مين؟ بني قورح. ليه بني قورح؟ حد يفتكر ليه؟ بني قورح دول ليهم قصه يا اخوات يا اخوه. اجدادهم زمان كانوا ناس متمردين، فراحوا قالوا اشمعنا موسى اللي يقود الشعب؟ اشمعنا هارون الذي يكهن للشعب؟ كل الجماعة مقدسة، كلنا زي الفل، كلنا بنعرف نوعظ، اشمعنا انت اللي توعظ؟ كلنا بنرنم، اشمعنا انت اللي ترنم؟ كلنا شطار في الكنيسة، اشمعنا انت واشمعنا انت؟ وبدأ يقولوا لموسى اشمعنا انت؟ فموسى زعل على نفسه طبعا، وزعل على أخوه، راح يقول للرب عجبك كده يا رب؟ الجماعة مش عايزيننا نخدمهم. قال له عايزك تعمل حاجة، قول لأصباط بني إسرائيل كل سبط يجيب ايه؟ هتفاكر؟ يجيب عصاية، سبط لاوي في عصاية بتاعته اللي هو سبط الكهنوت، وسبط يساكر، جاد، أشير، نفتالي، زبولون، دان، كل واحد يجيب عصاية. وخد العصي ال 12 دول وحطهم فين؟ حطهم في الهيكل قدام الرب، في الخيمة قدام الرب. قال له تاني يوم هتشوف اللي يحصل في العصي ال 12. حد فاكر تاني يوم اللي حصل؟ لا، العصي ال 11 بتاعت كل الأصباط كل واحدة زي ما هي، والعصاية بتاعت هارون. حد فاكر؟ يقول الكتاب أفرخت فروخا، أنضجت ثمرا، صنعت لوزا، طلعت ثمر، وفي ليلة واحدة طلعت ثمر. عشان يعرفوا أن السبط ده مين اللي مختاره؟ الرب. راح موسى قال لهم بصوا يا جماعة،
انتوا اذيتوني واتكلمتوا في حق انا واخويا، لو ربنا انتقم ليا منكم بطريقة عادية يبقى أنا وأخويا كدابين ما ينفعش خدام، لكن لو ربنا قال كلمة غريبة عمل إيه؟ ابتدع بدعة. يعني ابتدع بدعة؟ ربنا هيألف لكم موتة غير كل الميتات اللي في الدنيا. لو ربنا عمل كده يبقى أنا وأخويا كلامنا صح. وراح ربنا عمل حاجة ما عملهاش ولا مرة مع سكان الأرض. حد فاكر عمل إيه؟ فتحت الأرض فاها. الأرض عملت إيه؟ الأرض اتفتحت. وراحت عملت إيه؟ بلعت بيوت الناس اللي تمردوا. بس نشكر الله أولادهم الصغيرين مالهم ما ماتوش، طلعوا أولادهم بني قورح يعملوا إيه؟ يخدموا الرب. فهم بيخدموا الرب أكيد الولاد دول من هم وصغيرين عندهم فوبيا ورعب وخوف من حاجة اسمها الأرض. أول الأرض ما تتحرك يركبهم الرعب. ليه؟ ما انا ابويا وجدي حصل لهم ايه؟ اتفتحت الارض وعملت ايه؟ وبلعتهم. الجماعه دول بيقولوا حتى لو تزحزحت الارض احنا مش خايفين، الله لنا ملجا، ملجا وقوه. ايه رايك لو الارض تزحزحت تعمل ايه؟ لو الارض تزحزحت تعمل ايه؟ عارف انت تزحزحت يعني حصل ايه؟ حصل زلزال. تخيل لو احنا في الاجتماع واحنا بنوعظ دلوقتي ونسمع الوعظه الارض تزحزحت، هتعمل هتكمل الاجتماع؟ انا اول واحد لقيني في شبرا، هتلاقيني كلنا جرينا من الكنيسه ده لو تزحزحت الارض. بس انا مش بتكلم عن الارض، ارض المنبر ولا ارض الكنيسه، الارض بتكلمنا عن الحاجات الايه؟ الثوابت. الثوابت بنسمع التعبير ده كتير، فلان واقف على ارض، مين يقول لي ايه الحاجه الوحيده اللي ينفع تقول عليها ارض صلبه؟ سندت ابوك السماوي، لولا مسكت ايدك انت كنت تضيع ويا اللي ضاع. يلي بتتابع الاقتصاد، يلي بتتابع الأوضاع المادية اليومين دول، يلي بتتابع تقول نشكر ربنا الذهب نزل، الدولار نزل، والحاجة مش راضية ترخص، وداخلين على أيام ما عرفش إيه وأيام صعبة، خلي عينك مش على ظروف البلد، خلي عينك على الرب. عارف ليه؟ نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. مين قال إن أنت نجاحك ومستقبل ولادك؟ مين قالوا انه فرحتك وتشجيعك مرتبطه باقتصاد ولا مرتبطه بتجاره؟ لكن مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالرب. قال لهم لاني انا حي فانتم ستحيون. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال وزرع الشر ما ينفع ده كل شيء. بس برضو خليني اقول كلمه مهمه قبل ما اكمل باقي الافكار. الكلام ده كله مبني على ثلاث كلمات، مين فاكرهم؟ الله في، هل الله في وسطها؟ انت تعرف. هل الله في وسطها؟ انت تعرفي وانا اعرف. هل فعلا الله في وسطها؟ ممكن يكون الله في وسطها يوم الحد، لكن يوم الاثنين انا اللي في وسطها. يعني اللي مدورها بايه؟ مدورها بدماغي، ومدورها بدراعي، ومدورها بالفهلوة، ومدورها بالغش، ومدورها بالرياء، وتيجي المركب تغرق، فينك يا رب؟ مش قلت لنا في الوعظة يوم الحد الله في وسطها؟ بس انت مش مديني مكان الرئاسة، انت مش مديني مكان القيادة. اسف اقول الكلام ده، الوعظة دي لا تنطبق على واحد ربنا مش في وسط حياته، ربنا مش مركز دايرة حياته، ربنا مش اللي ممشي كل شيء. برجع واكد على الفكرة دي مرة تانية، احنا ككنيسة نهضة قداسة الفكر بتاعنا فكر معتدل منضبط. ربنا معاك، ربنا هيباركك، ربنا يفتح بيك ابواب مغلقة، بس نحيا حياة القداسة. حد فاكر زمان لما قال له هذه الكلمات؟ ولا يكون في أرضك قذر لأن الرب إلهك في وسط المحلة. ربنا ساكن وسطينا فلازم نحيا حياة القداسة والأمانة. رقم واحد، الله في وسطها فاعملوا إيه؟ فاطمئنوا. نمرة اتنين، الله في وسطها فانتظروا. فانتظروا فين الكلام ده؟ في باقي الآية مرة تانية عدد خمسة، الله في وسطها فلن تتزعزع. بس قولك ايه بعدها؟ يعينها الله في التو واللحظة. قال كده؟ لا. يعينها الله بعد ساعتين؟ برضو لا. يعينها الله بعد ثلاثة ايام؟ برضو لا. يعينها الله عند اقبال الصبح. طالما قال عند اقبال الصبح يبقى الوقت اللي بيتكلم فيه صبح ولا ليل؟ ليل. يمكن يكون الوقت اليومين دول بالنسبة لك ليل، والليل بيكلمنا عن الظلمة، عن فقدان الأمان، عن فقدان السلام. لأن الكتاب قال في مزمور 30 عند المساء يبيت البكاء. يمكن اليومين دول في ظلمة بسبب أني نفسي في شقة أحسن من الشقة بتاعتي،
نفسي في عربية أحسن، نفسي في سكن أحسن، نفسي في وظيفة أحسن، نفسي في فلوس أكتر، نفسي ربنا حقق لي أمر معين، بس يمكن صعبان عليك ومش قادر تفرح، صعبان عليك لأن أنت الوضع بتاعك اليومين دول الدنيا ظلمة. الله في وسط، احنا مصدقين وربنا بيباركنا واحنا مصدقين كلام الرب، بس الكلام ده بنسمعه كل حد، الكلام ده بنسمعه كل ما نروح اجتماعات، ربنا هيعمل، ربنا هيغير، ربنا هيكرمك، ربنا هيديك، بس انا مش شايف. انا بسمع وعود براقة وبسمع كلمات الكتاب مشجعة ومعزية للنفس المشتاقة اللي منتظرة رب، بس فين ده على ارض الواقع؟ عارف فين؟ نفس الآية، يعينها الله عند إقبال. ليه الإقبال الصبح؟ لو دنيا ظلمة وزي ما بيقولوا ظلمة كحل والدنيا عتمة، إيه أسهل حاجة تطرد كل الظلمة؟ أول سيدك ما يبعت النور. أول ما بيطلع الصبح الظلمة بتعمل إيه؟ الظلمة بتهرب مع كل طلعة حق في يوم، والآية بتشقشق، رح أقوم وأقول ليأسي لا اليوم أكيد هكون واحد. كم واحد مصدق هيكون واحد تاني، وانه الشمس هتطلع وانه ربنا هيجيب صبح على حياته؟ فاكرين الترنيمة الجميلة بتاع الزمان، ثق حبيبي أن الشمس خلف الغيمة، كلمة الله ترينا في الدنيا لنا ألام والناس تلتز بالخطية، نعمة الله فيها كل السلام، ثق حبيبي أن الشمس خلف الغيمة، خلف الغيمة، ثق حبيبي أن الشمس. طب لغاية امتى يا رب؟ ما الشمس اتأخرت، انا مستعجل، عايز الشمس تطلع بسرعة. كنت بتكلم مع الشباب في الاجتماع امبارح عن واحد مش فاهم ولا حاجة، واحد يروح يودي الاكل لاخواته يرموه فين؟ يرموه في البير. واحد يكون امين مع سيده ومراته يعملوا ايه؟ يرموه فين؟ يرموه في السجن. يعمل خير حتى مع الساقي ويقول له اذكرني امام فرعون، قل له اني سرقت من ارض العبرانيين، وحتى هنا لم أفعل شيء، ما عملتش حاجة، دايما منسي من الكل. حد فاكرة الناس لغاية فين؟ روح لمزمور 105، أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا، آذوا بالقيد رجليه في الحديد، دخلت نفسه. لغاية متى دخلت نفسه؟ إلى وقت مجيء كلمته، قول الرب عمل إيه؟ امتحنه، إلى وقت مجيء كلمته، في توقيت عند الرب، في حاجة اسمها عند إقبال الصبح. كم واحد مصدق إنه في صبح هيجي عليه؟ مهما الليل طول في صبح. أنا عارف إنه ليلك طول، وأنا عارف إنه ليلك طول. في ناس ليلها طول في المرض، في ناس ليلها طول في الاحتياج المادي، في ناس ليلها طول في ظروف صعبة في البيت بتمر بيها ومحدش يعرف، في ناس ليلها طول في الارتباط، في ناس ليلها طول ان ربنا يكرمها بزرع بشر، في ناس ليلها طول في أزمة مادية أو أزمة عائلية، بس احنا واثقين انه في واحد قال أنا الرب في وقته أسرع به. يعينها الله عند إقبال. والشيء الجميل وهي بالليل وقاعدة وحديها، هل وحيدة ولا الرب معاها؟ الرب معاه. يعينه الله حتى إقبال الصبح، يعينه الله عند إقبال الصبح، لغاية الصبح ما يطلع يقول عنها من هذه الإيه؟ من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. طب لغاية ما يطلع الصبح وانت عندك ظروف صعبة، لغاية ما يطلع الصبح وعندك ظروف صعبة أعمل إيه؟ اعمل زي كلمات إشعياء 62 عدد 6. حد فاكر قال لهم إيه؟ على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا زاكريا الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. قولوا معي تاني، الله في وسطها. ظلام الله في وسطها، رقم واحد اطمئنوا، حتى لو الجبال بتنقلب، حتى لو الأرض بتتزحزح، حتى لو البحار بتعمل ايه؟ تعجوا وتجيش، حتى لو ده تلخبط اطمئن لأنه الله في وسطها. رقم اثنين، الله في وسطها فانتظروا. يعينها الله عنده، في صبح هيطلع عليك، في صبح هيطلع عليك، في إله هيجي في وقت معين يقول لكل الرياح والعواصف اسكت ابكم. رقم ثلاثة، الله في وسطها فانظروا. ننظر يا رب، روحوا العدد 8، هلم انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض. إيه الخرب اللي عملها؟
مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. يعمل إيه كمان؟ يكسر القوس. إيه كمان؟ يقطع الرمح والمركبات. يعمل إيه؟ يحرقها. حلوة كلمة انظروا، بيقول وانت قاعد مستني، وانت مستني إقبال الإيه؟ إقبال الصبح. بص حواليك في أعمال الله، بص على أمجاد الله، انظر إلى عظائم الله، انظر إلى يد الله، انظر إلى حضور الله، شوف قد إيه الله هذا الإله العظيم يعمل أمورا عظيمة. انظروا كيف جعل خربا في الأرض، جت في الترجمة الأصلية كيف جعل عظائم وعجائب في الأرض. عاوز يقول كل الإيمان ما يضعف جواك، كل الإيمان ما يضعف جواكي، شوف أعمال الله وعظمة الله، شوف إيد الله القديرة القوية. شوف الرب في سفر من ضمن الأسفار لم يذكر فيه اسم الرب ولا مرة، ويبدو الرب وكأنه غائبا نائما في هذا السفر، وهو سفر إستير. سفر إستير شايفين هامان عمال يعلى ومردخاي عمال ينزل. هامان الشرير سهران طول الليل بيعمل ايه؟ بيحضر صليب طوله حوالي 25 ذراع ولا 25 متر يصلب عليه مين؟ مردخاي. وفي نفس الليلة دي الملك يقول عنه الكتاب يا حبي في تلك الليلة هللويا طار نوم. الملك كل يوم بينام من الساعة 9 والساعة 10، والملك بينام بدري، والملك مفيش حاجة تقلق منامه ولا تزعج منامه، لكن سيدك عشان حسبها بدقة الليلة دي الملك ماله؟ الملك ما ينامش. طب الملك مش جاي له نوم، يعمل ايه الملك؟ نشكر الله، لو كان في ايام السوشيال ميديا كان عمل ايه الملك؟ كان دخل على ايه؟ كان دخل على الفيسبوك، مش كده؟ لو كان في ايام التلفزيونات كان عمل ايه؟ فتح التلفزيون، ما كانش فيه الكلام ده كله. يعمل الملك في اليوم ده؟ يدخل يدور على مكتبة كبيرة كلها مجلدات وبرديات وأوراق ودرج ملفوف، يسيب كل حاجة ويمسك حتة مذكرة صغيرة ويقرأ. في يوم من الأيام في اتنين من الخصيان كانوا هيمدوا إيديهم يقتلوا مين؟ الملك. مين اللي كشف المؤامرة؟ بصوا أجمل حاجة الليلة دي، إنه هامان سهران طول الليل يحضر في مصيبة لمردخاي، والملك يطير نومه الليلة دي عشان ينقذ مردخاي. الحرب كلها على مين؟ ومردخاي كان فين اليوم ده؟ كان نايم. تعرف ان انت ونايم في ناس بتفكر تأذيك بأمانة، مرات انت نايمة وفي ناس بتخطط تخلص عليك ازاي. بس عايز اقول لك نام وكمل نوم، سيدك صاحي وسيدك حي وسيدك يعرف في اسم يسوع يحمق كل مشورة. قل له انا هنام ومطمن لان انت صاحي. حد فاكر مين في الكتاب نام على حس انه الرب صاحي؟ روح معاي لمزمور 3 عدد 5 يقول انا اضطجعت وايه كمان؟ ونمت وايه كمان؟ استيقظت لان الرب يعضدني. مش خايف؟ قال لا اخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني. فبقول له انا هنام على حس مين؟ على حسك انت. المزمور اللي بعده على طول عدد 6 مزمور 4 يقول يا حباي كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك، جعلت سرورا هللويا اعظم من كسرت حنطتهم. طب وانت؟ قال بسلامه اضطجع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمانينه. مردخاي اللي هيتأذي هو اللي نايم ويقلب الرب، يزعج الرب العقل والدماغ والمنام بتاع الملك، ويزعج الرب المملكة كلها عشان واحد قال عنه ماذا يصنع لرجل سر الملك بأن هللويا. هذا الرجل لم يسر الملك أن يكرمه، بس سر مين؟ ملك الملوك أن يكرمه. عارف لما تكون في الخطة لو الدنيا كلها تآمرت ضدك ما يقدر عليك ولا واحد، ما يقدر عليك الدنيا كلها، طول ما مين اللي في ظهرك؟ ملك الملوك ورب الأرباب. الله في وسطها رقم 1 اطمئنوا، الله في وسطها فانتظروا في توقيت إلهي، الله في وسطها فانظروا، الله في وسطها فاحذروا. عدد 10 بيقول ايه؟ كفوا واعلموا أني أنا الله. بيكلم مين؟ بيكلم الناس، يقول لهم كفوا. يعني كفوا؟ ستوب، وقفوا، that's enough، كفاية. كفوا واعلموا إني أنا الله. أعمل إيه؟ أتعالى بين الأمم، أتعالى
أتعالى في الأرض. عاوز أقول إيه؟ خدوا بالكم اللي في النص ده بيدي راحة للكل، اللي في النص ده شايف الكل، اللي في النص ده بيدي أمان وطمأنينة للكل، اللي في النص ده ساعته مظبوطة يدي للكل الحاجة في وقتها. بس كمان خدوا بالكم لأنه أنا في وسطها فخليكم في حالة من القداسة والأمانة. كفوا. في ناس في الاجتماع النهاردة، في ناس بتتابعنا النهاردة، ربنا بيقول لهم ستوب، كفوا، كفاية، كفاية كلام سلبي على بعض، كفاية نميمة على بعض، كفاية تجريح في بعض، كفاية أكل في بعض، كفاية غيظ في بعض. حتى في بيت ربنا بنغيظ بعض، حتى على السوشيال ميديا بنغيظ بعض، حتى في معاملاتنا برة بناكل في بعض وبنغيظ في بعض، بنسلم على بعض بأيدينا وإحنا بنضرب بعض بالسكاكين وبنستفز بعض. كل هذا الهراء، كل هذا الضعف، كل هذه الخطايا ربنا بيقول لها كلمة واحدة، كلمة كفوا، كفاية. أنا شايف المنظر ده، أنا صعبان عليا. ما بتزعلش كأب لما تكون في البيت وعيالك يعلوا صوتهم على بعض، ما تزعليش لما تكوني قاعدة في البيت وسط أولادك ويمدوا أيديهم على بعض ولا يضربوا بعض. أول حاجة تحس بيها الإهانة، إزاي أنا أب أو أم قاعدة وسطيكم وبتعملوا كده في بعض؟ ربنا بيصعب عليه لما شفنا أولاده المؤمنين بنخبط في بعض، بنضرب في بعض. كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى. فين؟ أتعالى بين الأمم. أنا كبير في العالم، فالمفروض أول مكان يعطي الرب مقامه العالم ولا الكنيسة؟ الكنيسة. الرب ليه سيادة على العالم، سيادة كونية، لكن سلطان الروح على مين؟ على أولاده. كفوا واعلموا أني أنا الله. أنت فرحان أن أنا في الوسط، ده شيء جميل. أنت متشجع أن ربنا سيعينك عند إقبال الصبح، ده شيء رائع. أنت مبسوط أن شايف عظائم الله في العالم، ده شيء أروع. بس كمان بيقولك كفوا. افتكروا يا جماعة أنه ده عملي، دي خدمتي، دي كنيستي. لما أنا بدور على ذاتي وأنت بتدور على ذاتك وأنت بتدوري على نفسك وكل واحد بيدور على خدمة أو قيادة أو منظر أو أو أو، ده متبقاش خدمة، تبقى حاجة بتاعت العالم، ده الفن بتاع العالم، دي شكليات العالم. كفوا واعلموا أني أنا الله. نتقدس، ناخد بالنا من بعض، نصلي لأجل بعض، نتكلم على بعض كلام إيجابي، نقف في ظهر بعض، نسند بعض، نشجع بعض، نكون سبب بركة بعضنا لبعض. الله في وسطها فلنطمئن، الله في وسطها فلننتظر، الله في وسطها فلننظر، الله في وسطها فلنكف. آخر حاجة أختم بها قبل ما نصلي، الله في وسطها فهدأه. اهدى، أرجوك اهدى. عبارة جميلة بقراها كتير وأنا سايق العربية وبكون غالبا بجري بالعربية، بيكتبوا عبارة كده على الطرق السريعة، تمهل تصل أسرع، تمهل تصل أسرع. اللي واخدها جري، اللي واخدها جري، اللي بتصحى من الفجر وتنام قرب الفجر عشان أكل العيش، اللي بتشتغل شغلانة واتنين وتلاتة وده مخليك عصبي مش عارف تقعد مع بيتك، ده مخليك متعكنينة وصوتك عالي على الولاد وعلى جوزك والدنيا متلخبطة معاكي، ربنا بيقول لك اهدى اهدى اهدي. مهما جريت مهما جريتي مش هتاخد غير اللي ربنا كاتبه لك، مش هتاخد غير اللي ربنا كاتبه لك. ياللي في منافسات مع التجار، ياللي في منافسات مع سلفتك وقرايبك، بنت مين جابت مجموع أكبر، مين كسب فلوس أكتر، مين خد صفقة أعلى، مين داخل في مقارنات وعمل تكره في الناس والناس تكرهك وتغيظ وتتغاظ، ربنا بيقول لك اهدى، صدقني مش مستهلة، صدقيني مش مستهلة. عارفين مين قال لنا الكلام ده؟ قال لنا الكلام ده واحد ملك، يمكن أكتر بني آدم على الأرض ملك في العالم، أكتر من اسكندر الأكبر، أكتر بني آدم كان عنده خير في الدنيا. قال عنه الكتاب إنه الفضة كانت في أيامه كالحجارة في الشوارع. مين ده؟ سليمان الحكيم. سليمان اللي بنى بيت ربنا في 7 سنين وبنى بيته الشخصي في 13 سنة. سليمان اللي اتجوز 1000 ست. سليمان اللي كان عنده خير مالوش أول ولا آخر. سليمان عارفين الغدوة الواحدة كان يتغدى بيه بعيد عنكم؟ مش ب2 كيلو بانيه ولا بربع كيلو بفتيك. عارفين كان بيتغدى بيه؟ كان بيتغدى ب150 خروف. 150 خروف كانوا النهاردة أكلوا نص الشعب المصري. وكان أيامها كيلو اللحمة بكام يا إسحاق؟ كان ب 300-400 جنيه زي النهاردة. سليمان اللي كان يأكل الأكل ده كله واتجوز الجوازات دي كلها واللي ملك كتير، هو اللي كلمنا عن أنه مهما عملت مش هتاخد غير النصيب بتاعك. عارفين فين؟ في المزمور اللي الراجل ده ما كتبش غير مزمورين، مزمور 127، أول كلمة في المزمور، إن لم
يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون إن لم يحفظ الرب المدينة. بص الكلمة اللي بعدها، باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس. ليه؟ عشان في الآخر آكلين خبز. إيه معنى باطل هو لكم؟ يعني زي قلته، بتصحى الصبح بدري وتيجي تروح الساعة 5، لا أروح 6، أتعب شوية، أجيب فلوس شوية، تمشي 8 9 10، في الآخر تصرف كل الفلوس يمكن عشان تسترجع الصحة بتاعتك، يمكن تسترجع فلوس عشان تسترجع صحتك اللي ضيعتها عشان تلم بيها الفلوس. وخد بالك، في حاجات بالفلوس ترجع، لكن في حاجات فلوس العالم ما تجيبهاش. علاقتك مع شريك حياتك لو راحت مش هترجع، علاقتك مع جوزك وأولادك لو راحت مش هترجع، سلامك النفسي ما يتجابش بفلوس، علاقتنا الأسرية ببعض ما بتتجابش بفلوس. فبيقول لهم باطل هو لكم، اسألوني أنا يا جماعة أنا مجرب، هو بيقول كده، باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، بدل ما تنام 6 و7 تصحى من 4 الفجر، مؤخرين الجلوس، بدل ما تريح من 7 تريح 10 بالليل، آكلين خبز يقول ايه بعدها، لكنه يعطي حبيبه نوما. عارف يعني يعطي حبيبه نوما؟ يعني حتى لو جات عليك ايام مرض، السوق واقف، الحال مريح، يعرف وانت نايم يعمل ايه. هللويا، يعرف ياكلك. كم حد مصدق لو الدنيا كلها مش لاقيه تاكل، انا ابويا السماوي ياكلني ويشربني، لانه لا يجيع نفس الصديق. قال خادم بسيط الكلام ده في يوم من الايام، قال في الوقت اللي فيه إيليا وأخاب وإزابل مش لاقين يأكلوا، إيليا كان بيعمل إيه؟ كان يقول لك كان بيأكل كباب، كان يبعث له الغراب يأكله كباب. فأيام كلها كانت مجاعة، يجوع أخاب ويأكل إيليا كباب. يعرف الرب يأكلنا ويشربنا في أيام صعبة، بس بشرط. أرجع أقول الشرط ده تاني، لما يكون الله. ليه بقول اهدأوا؟ إيه الكلمة اللي جت في المزمور ده 3 مرات واحنا ما قرناهاش؟ برافو، سلاه سلاه سلاه، جت 3 مرات. المزمور ده 3 فقرات، كل باراجراف فيهم يخلص بكلمه سلاه سلاه سلاه. ما معنى كلمه سلاه؟ سكته تامليه، وقفه موسيقيه. المرنم بعد ما طلع اللي جواه عمل ايه؟ سكت، هدي، بدا يهدى ويتكلم من جديد. فأجمل حاجة الراجل ده في أول 3 أعداد، بعد ما قال لا نخشى لو تزحزحت الأرض، وبعد ما قال انقلبت الجبال إلى قلب البحار تعج وتجيش، بعد الدنيا ما تلخبطت قال إيه بعدها؟ سلاه، راح هدي. بعد شوية خد كلام مشجع تاني، وبعدين قال سلاه. آخر المزمور بعد ما خلص كلامه قال سلاه. عارفين كلمة سلاه في 3 مرات مبنية على عبارتين ما أروحهم في 5 و11، إنه بيختم العبارة بكلمة ملجأنا هللويا إله يعقوب، وما أروع إله يعقوب، وكأنه حقا قرار الترنيمة، ملجأنا إله. شمعنا يعقوب؟ طب ما إله إبراهيم صح، وإله إسحاق، وإله يوسف، وقال المرنم إله دانيال ورب ده، اشمعنا إله يعقوب؟ عشان يعقوب لما الدنيا تلخبطت كلها مع مين اللي عدلها؟ سيدك هو اللي عدلها. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاءه على الرب إله. أجمل ما في هذا المزمور أنه بدأ بالله وانتهى بكلمة سلاه، بدأ بالله وانتهى بسلاه. فالله مصدر كل الهدوء والراحة والطمأنينة. واعدلها مع ربنا في الأرض، يعدلها معاك في السماء وفي الأرض. هي المشكلة مش في البيت، المشكلة مش في الشغل صدقوني، المشكلة مش في الفلوس الكثيرة والقليلة، المشكلة مش في الولد العصبي، المشكلة مش في البنت المتمردة، المشكلة مش في الشريك المخالف في الشغل، المشكلة مش في السلفة الغيازة والكيادة. المشكلة فيها لما تتعدل فوق، بتتعدل تحت. إن أرضت الله طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالم. يلا نقول الـ5 كلمات ونصلي. الله فين؟ الله في وساطة. طالما الله في وساطها 5 حاجات، نمرة 1 اطمئنوا، رقم 2 انتظروا، نمرة 3 انظروا، رقم 4 ودي مهمة جدا أحبائي تقدسوا وكفوا، نمرة 5 اهدأوا. نمرة 1 اطمئنوا. ليه اطمئنوا؟ لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، لو انقلبت الجبال إلى
قلب البحار تعج وتجيش مياهها. رقم اثنين، انتظروا. لين انتظروا؟ يعينها الله عند أقبال الصبح. نمرة ثلاثة، انظروا، انظروا كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. يعمل إيه؟ يقطع القوس والرمح، المركبات يعمل فيها، يحرقها بالنار. مش بس كده، تقدسوا، كفوا واعلموا إني أنا الله أتعالى بين الأمم. لكن آخر حاجة، اهدأوا. هذا المزمور يحتوي على كلمة سلا، خليك هادي وسيدك هجيب لك حقك لغاية عندك، وهجيب لك الخير لغاية عندك. اهدى في محضر الله، سكن قلبك أمام الرب وصلي، قل شكرا لأجل الهداية، شكرا لأجل الرعاية، شكرا لأجل الطمأنينة، شكرا لأجل السندة، شكرا لأجل الخير، شكرا لأجل البركة. قالوا كتير فين الخير، وانت الخير وانا عايش فيه. الله قوة لنا وحمانا الوطيد، في الضيق عون قادر ونصير شديد. قل له رب لذا نخشى، لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال تعج وتجيش مياهها. خلي الأصوات تعلى حواليك، خلي الأصوات تعلى حواليك. اللي مطمنك حاجة واحدة بس، الله في وسطها. قل له عايزك وسط بيتي اليومين الجايين يا رب، عايزك وسط شغلي، عايزك وسط حياتي، عايزك وسط ظروفي اللي متلخبطة. انت اللي ترتبها من جديد، انت اللي تظبط كل حاجة من جديد، انت اللي تسند من جديد. رنم معي كلمات الترنيمة دي اللي هيقودنا فيها اخونا مينا، واحنا في روح الصلاة، وانت في روح الصلاة اسمع الكلمات اللي جاية ورنمها من فضلك، وانت بتحط نفسك قدام الرب، وانت بتحط نفسك قدام الرب. قول رب حاجات متلخبطة في بيتي اليومين دول فعلا، حاجات متلخبطة في حياتي، قرارات مش عارف أخدها صح، ظروف مش عارف أتحرك فيها صح، مشاكل مش عارف أحلها صح، بس أنا جاي النهاردة أحطها على مكتبك. أشكرك، شلتي كمان ومدبر أمري. نعم. طول الزمان شايلي وشايل، شلتي كمان ومدبر أمري. طول الزمان مسيحي خلي ويزيد اللي مش بيفارق أبدا معايا تملي، مسيحي خلي زيد اللي مش بيفارق معايا تملي. شايلني وشايل، شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان، شايلني وشايل، شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان. هو إلهي وهو ربي، مسيحي في قلبي له كل حبي. هو إلهي هو ربي، مسيحي في قلبي له كل حبي. أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي ملك كياني. أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي ملك كياني. مسيحي خل ويزيد مش بيفارق معايا تملي، مسيحي خل زيد اللي مش بيفارق معايا تملي. شايلني وشايل، شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان. شايلني وشايل، شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان. مسيحي معايا هو حماية، ماشي قدامي ماشي ورايا. مسيحي معايا هو حماية، ماشي قدامي ماشي ورايا. عن يميني عن يساري
بيحارب عني سر انتصاري عن يميني وعن يساري، بيحارب عني سر انتصاري مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني عا تملي، مسيحي خلي زي ظلي مش بيفارقني عا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان.